امرأة آخر شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتعلق بالعلاقات الوطيدة بين كل من الجزائر وتركيا. يمكن شاهدنا شركة سوناتراكا الحكومية الجزائرية التي تعمل في مجالات النفطية تقوم بتوقيع 3 عقود مع السلطات التركية والإعلان عن مشروعات ضخمة ستجرى من قبل الجزائر في تركيا وبالتحديد في مدينة جيهان، وكان بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الآن الصحافة تتحدث عن أن الجزائر تقوم بتعيين ممثلها بالأمم المتحدة سفيرا فوق العادة لدى تركيا، بمعنى أن الدولة التركية أصبحت هامة للغاية بالنسبة للدولة الجزائرية، أمر أكثر من رائع. السفير سفيان ميموني خلفا للسفير مراد عجابي الذي ترأس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في تركيا منذ سبتمبر في عام 2019 وفق بيان للخارجية الجزائرية. بلا شك هذا الأمر يدلل على وجود تصاعد كبير في قوة العلاقة بين كل من الجزائر وتركيا، خاصة بعد التصريحات التي أتت من قبل مانويل ماكرون والتي هاجم فيها الجزائريين والأتراك وتحدث عن ما وصفه باحتلال تركي للجزائر. هنا على الفور رد عليه وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو بأكثر من لهجة حادة وقوة للغاية وتهكم على ماكرون وقال بأن العلاقات وطيدة والصداقة قوية مع الجزائريين. نفس الأمر رد عليها رئيس تبون ويبدو بأن توترات كبيرة للغاية بين فرنسا والجزائر، والجزائر الآن تتجه نحو الدولة التركية بقوة، وهذا الأمر بلا شك عائد على تركيا بالنفع بشكل كبير للغاية، وهو ما رأيناه في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعملية توقيع العقود مع شركة سوناتراكا الجزائرية التي لها باع طويل فيما يتعلق بالأعمال النفطية.